السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الفواصل اللي بتتحط في الكتاب. هنعملها بكذا طريقه وباكتر من خانه. ده كده القماش، دي بالقماش. انا مطرزه خط القطعه دي وعاملاها في فيديو، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. كده بعدلها علشان اوريكي يعني ايه فكرتها. بتكون كده، انا طبعا ايه بكويها وبظبطها وبتكون بالشكل ده. دي طريقة. الطول طبعا اي طول، هي زي ما انت شايفة كده الاطوال عندي مش متساوية. وهنا الجوخ والإتامين. وبركي برضو الطول، والقطعة دي برضو من الجوخ 10 سنتي في 10 سنتي. تقدري تعمليها أكبر شوية أصغر شوية زي ما انت عايزة. يعني هنا مفيش مقياس معين للمقاسات. الفرنشات دي كنت عاملاها برضو معاكو في فيديو، هحطلكو برضو اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. طريقتها برضو بسيطة وسهلة وشكلها بيبقى حلو. هبتدي الأول بالجوخ ده، هنا قطعتين قد بعض. تقدري تطرزي على الوش أي حاجة انت عايزاها بسيطة، وتقدري تسيبيها كده زي ما أنا سبتها. استخدمت هنا خيط كوتنبرلي. الفيديو هنا انا مش بعلمك غرزة خالص، الفيديو هنا انا بعلمك فكرة وبنعملوها مع بعض. غرزة البطانية طبعا هي ليها كذا طريقة وكذا شكل، وانا في القناة لو دخلت كده وبصيتي هتلاقيني عاملة فيديوهات كتير جدا لغرزة البطانية. انا هنا استخدمت ابسط حاجة. بصراحة انا كنت محتاجة اعمل الفواصل دي جدا، وقلت اعملها معاكم وبرضو افيدكم بالفكرة لو حد عايز يعملها يعني يعملها هو كمان. عملتها كلها اهي. قفلتها كلها بوردة البطانية بالشكل ده. هنا بعمل فتحة كده. انت لو عندك الخرمبة بتاعت الورق ممكن تعملي بيها، ما عندكيش بتعملي زي ما انا بعمل كده. انا استسهلت صراحة ايه ان انا اعملها بالقصفة كده. تقدري تحطي هنا بدل الفرنشة دي اي حاجة، ممكن تحطي يعني عدد من الخرز كده، ممكن تحطي اي حاجة تعجبك بحيث ان انت تعلمي بيها يعني مكان الورقة. ادي كده اول فكرة. هنا القطعة دي قلنا 10 في 10، بفصلها بالشكل ده. فصلتها عشان هعمل منها فكرتين. اول فكرة ممكن تقفليها كده من الزاوية وتسيبيها وتركبيها كده عادي. هستخدم برضو خيط كوتنبرلي. تقدري برضو تعملي اي شكل اي تطريز عليها. انا هنا زي ما قلتلك انا مش بعلمك غرزة، احنا بنشوف الافكار مع بعض. كده ممكن بقى تقفلي وتستخدميها كده، وممكن تعمليها زي ما انا هعمل، هعمل حاجة تانية. بصراحة الفواصل دي انا كنت محتاجاها جدا، علشان انا مش من النوع اللي بحب اطبق ورقة الكتاب ابدا. يعني عندي كتاب ده بعتبره كائن حي، استحالة ان انا اطبق منه ورقة. ولو طبقت ورقة بحس ان هي ماتت، ان انا كده بموتها.
لو حد زي كده اكتب لي في الكومنتات ان هو كمان كده. فكنت بعاني علشان اعرف الصفحة اللي انا واقفة عندها، او لو بقرا في المصحف الصفحة اللي انا واقفة عندها فين، فكنت بضطر احط ورق علشان اعلم الصفحة. وبالذات بقى يعني لو انا بقرا في المصحف عشان اختمه، وعايزة كمان بدأ برضو ان انا بتدبر فيه وبالتفسير وكده، فبرضو بحتاج احط ورقتين فواصل. فكنت محتاجة ان انا اعمل حاجة بالشكل ده. يا رب الفكرة كمان تعجبكم وتنفذوها. كده برضو بقص هنا 10 سنتي 10 سنتي، برضو قطعتين مربعين تانيين. ممكن تعملي ده بأي قماش عندك. أنا هنا عاملة الأفكار بكذا خامة علشان تقدري تعمليها برضو زي ما انت عايزة. لو عندك أي قطعة قماش، أي دانتيل، أي ركامة، أي حاجة، جبير، بتقدري برضو تعمليها وتبقى سهلة وهتنفعك جدا. بشتغل برضو هنا غرزة البطانية وبقفل بيها الجزء ده، الزاوية، بطريقة بسيطة جدا وبأبسط غرزة. مش عايزة تبدعي بقى وتعملي بقى اي غرزة تانية وكده، هتقدري. دي القلب اللي انا قصيته اهو، وده كده كده التلاتة دول عملتهم بالجوخ. قطعة القماش زي ما قلت لك، قطعة التطريز دي انا هحط لك اللينك بتاعها تحت الفيديو عشان لو حبيتي برضو تعرفي انا طرزتها ازاي. انا بخيط كله بايدي، لو عايزة طبعا تستخدمي المكنة عادي. عايزة افتح فتحة من هنا بس علشان انا هسد تحت، اقفلها من تحت، وعايزة افتح فتحة هنا عشان اعدلها منها. بالشكل ده هقفل كمان الجزء اللي تحت ده. بعدلها بقى بالشكل ده، بتظبطي كده الزوايا بالإبرة. ده كده الشكل. هنا برضو هقفل الجزء ده المفتوح، هقفله برضو بالطريقة اللي مش بتبان، يعني ترقى سحرية كده. برضو اللفقة السحرية دي هتلاقيني برضو عاملاها في القناة. بجيب برضو الفرنشة دي وبخيطها، بثبتها كده بالإبرة. يا رب الأفكار تعجبكم وتكون مفيدة بالنسبة لكم، ولو عجبتكم الفكرة اكتبوا لي في الكومنتات. اهي شكلها بقى حلو جدا. اخر حاجة معايا بقى قطعة الايتامية. بشيل كده صفوف من الخيط علشان اعمل كده شكل زي الشراشيب بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لك هي ملهاش مقياس، انت بتشيلي زي ما انت عايزه، المقاس كله زي ما انت عايزه. فانا شلت كده 4 اعمده تقريبا، 4 اعمده.
تقدري تعملي هنا طبقتين، وتقدري تعملي طبقة زي ما انا عاملة كده، وكمان تقدري تشتغلي عليها اي حاجة، تطرزي عليها اي شكل انت حباه. هنا كده تعملي على الزوايا، يعني تعملي على الحرف او في النص. وبرده هنا بركب لها الفرنشة، الفكرة برضو بسيطة وسهلة، مش بتاخد بقى منك ولا تطريز ولا اي حاجة، ولا خيط ولا اي حاجة. دي كده الافكار اللي عملناها كلها. يا رب الفيديو يكون مفيد لكل الناس اللي زيي اللي مش بيحبوا يطبقوا صفحات الكتاب. هوريكي بقى ازاي بستخدمهم. الصفحة اللي انت بتقفي عندها بتحطي دي كده فيها، بتعلملك المكان بكل سهولة، وكمان شكلها بيبقى حلو قوي. فكرة هتنفع بقى الطلبة، هتنفع الناس اللي بيحبوا القراية زينا كده انا وابني. فكرة بسيطة وكذا طريقة، وانت برضو تقدري تفكري تعملي يعني افكار اكتر وتطلعي حاجات احلى من كده. دي بقى بتتحط كده، ممكن تبقى طبقة واحدة على حسب برضو ما انت عايزة. كمان دي اهي انا جربتهم معاكي كلهم، وازاي بيكون شكلهم بعد ما بيتحطوا في الكتاب. يا رب الفيديو النهارده يكون مفيد ويكون عجبكم، وما تنسوش لو الفكره عجبتكم تكتبولي في الكومنت. باي باي.